عباد الله، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، بادروا بالأعمال قبل أن تشغلوا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا؟ لتكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، وقد علمتم أن الموت يأتي بغتة، أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، اعتبروا بمن صار تحت التراب، انقطع عن أهله والأحباب، جاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول لم يرتقبه. وليتأمل الزائر حال من مضى من أقرانه، أكثر الآمال وجمع الأموال، انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، محى التراب محاسن وجوههم، وتفرقت في القبور أشلاؤهم، وترملت من بعدهم نساؤهم، وقسمت أموالهم ومساكنهم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اتقوا الله رحمكم الله، وارجوا الدار الآخرة، فتلك دار لا يموت ساكنها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يبلى نعيمها، ولا يتغير حسنها وإحسانها وحسانها، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين.